السلام عليكم صباح الخير عليكم كنتمنى انكم كاملين بالف خير وبالصحه وبالعافيه نتوما والعائلات ديالكم وكاع الناس اللي عزيز عليكم اليوم عندنا حلوه سهله مهله غادي نبداوها بصابلي ديال اللوز وغادي نصاوبو موز ديال الشوكولا ونصاوبو كلاصاج ديال الشوكولا كلاصاج ميروار الحاجات اللي تطلبوها مني دائما في التعليقات فالا كانت عندكم وصفات اخرى كتبوها لي لتحت في التعليقات وغادي نحضروا ان شاء الله كل شيء بلا ما نطول عليكم نمشيو نحضروا الوصفه ما تنساوش الاشتراك والمشاركه وغادي نبداو على بركه الله اول حاجه عندي هنا ثلاثه الكيسان ديال الدقيق الدقيق فورس وغادي نحتاجو زوج كيسان ديال البودره ديال اللوز الى ما كانش عندكم البودره ممكن تاخذوا اللوز تقشروه تنشفوه وتطحنوه وغادي نحتاجو الكاس وثلث ديال السكر بودره اللي هي تقريبا 120 غرام و ميتين غرام ديال الزبدة الزبدة غير مملحة و تولوت كاس ديال الزيت خمارة وحدة و زوج بيضات و غادي نحتاجو لواحد ساشي ديال الفانيلا او النكهة العادية ديال الفانيلا سواء سائلة او بودرة اللي عندكم ونبدأ ونخلطه في المقادير عندنا هنا البيض كيف ما قلت لكم زوج بيضات لكن البيض ضروري يكون بدرجة حرارة الغرفة غادي نضيفو عليه الفانيلا ونزيدو سكر بودرة ونزيدو الزبدة الزبدة حتى هي خصها تكون درجة حرارة الغرفة وتكون رطبة ونزيدو تلت كاس ديال الزيت كل كلشي مع بعضياته اما تستعملو الخلاط ولا ممكن تخلطوهم غير بايديكم عادي حتى تمزجو عندنا هاد المكونات وتذوب عندنا الزبدة وتمزج مع الخليط كامل وتولي بهذا الشكل هذا هو الشكل ديالها غادي عليها البودرة ديال اللوز اللي هي زوج كيسان ديال اللوز تقريبا ما يعادل 330 غرام لكن المقادير بالغرام في اللوز تقدر تختلف على حسب النوع ديال اللوز اللي استعملته المهم زوج كيسان او 330 غرام ونضيف عليهم خمارة واحدة ديال الحلوة او البيكن باودر سبعة غرام نخلطو كل شيء مع بعضياته مزيان ونبدأ نزيدو في الدقيق ديالنا الدقيق ما تزيدوش مرة واحدة من الاحسن تزيدو بشويه بشويه حتى تجمع لكم العجينه ومن الاحسن انكم تستعملوا ايديكم باش تجمع لكم العجينه مزيان وتحصلوا على ذاك القوام الناجح ديال الصابلي فهنازت الكميه ديال الدقيق اللي عندي كامله المقادير مضبوطه غادي نخليها لكم لتحت في صندوق الوصف بالجرام وبالكاس وبكل شيء وهذا هو الشكل ديال العجين كيف ما كتشوفوا من بعد ما كنجمعوه كنغطيه وكنخليوه يرتاح في الثلاجه لمدة نص ساعة من بعد نص ساعة غادي نخرجو العجينة ديالنا وغادي نسرحوها انا غادي نسرحها هنا وسط الورق ديال الطبخ الا ما كانش عندكم ممكن تستخدمو بلاستيك عادي الورق تساعدنا اننا نحصلو على نفس نفس القياس وتتسرع عندنا بسرعة بلا ما يلصق لينا في الطاولة او في اي حاجة كناخدو مدلك ونسرحوا العجينة ديالنا مزيان حتى كتولي بهاد الشكل وكنبداو نقطعوا فيها هنا على حسب الحلوى القياس ديالها بغيتوها صغيره او بغيتوها كبيره القياس اللي بغيتو وهاد السابلي راه نفس العجينه هي اللي تستعملوها في الحلويات آه حلويات بالسابلي لكن الفرق ان السابلي ديال اللوز كيكون لذيذ بزاف وكيكون مقرمش وكيكون خفيف كنحطوهم في الطاوه ديال الفران و للفرن الفرن الحراره تكون ما بين المتوسطه والخفيفه من الفوق ومن التحت وما كياخذش كي الوقت بزاف كياخذ كي تقريبا 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه و كيكون واجد فما كياخذش كي الوقت بزاف في الفران ومن نخرجه هذا هو الشكل ديالو كيفما كتشوفوا كيكون كي مقرمش و كيكون خفيف بزاف وبما انه معمول من اللوز المذاق ضروري غادي يكون لذيذ 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 بزاف وغادي نبداو دابا نحضروا في الموس ديال الشكلاط الموس ديال الشكلاط عندي 250 غرام ديال الشوكولات او رابعة ديال الشوكولات الاسود ولا بالحليب اللي بغيتو من الاحسن انكم تستخدموا الاسود وتكون فيه نسبة كاكاو اكثر من خمسين في المية وعندي هنا نص سيترو ديال الكريم فريش او الكريم شونتي السائلة غادي ناخد منها كاس واحد غادي نحطو مع الشوكولات في واحد الكاسرول وغادي نحطو على النار وندوبوهم مع بعضياتهم حتى نحصلو على هذا الشكل يدوب عندنا الشوكولات مع لا كريم وكيوليو بهذا الشكل كنحطوهم على جنب وكنخليهم حتى يبردوا من بعد ما كيبردوا كنوضعوهم في واحد الاناء ديال الخلط وكنزيدو عليهم لا كريم اللي بقات عندنا كيف ما قلت لكم نص ايترو كاس واحد دوبنا مع الشوكولات والكميه اللي بقات عندنا هي هذه غادي نحطوها مع الشوكولات وكناخذوا الخلاط ونخلطوهم مزيان حتى كيبدا يتماسك عندنا الخليط وكيولي عباره على موس شوكولاته هاد الموس ديال الشوكولات ممكن تستعملو في الحلويات ممكن تستعملو في بزاف بزاف ديال الوصفات فالطريقه كيف ما شفتو سهله وبسيطه وغير بجوج ديال المكونات غادي ناخذ الشوكولات او ناخذ لاموس ونبداو نحطو فيها في هاد لي مول ديال السيليكون ماشي ضروري انهم يكونوا عندكم بهذا الشكل نصف كره فممكن تعملوه في اي شكل عندكم لكن من الاحسن ضروري انه يكون عندكم سيليكون هكذا من بعد ما غادي يجمدو غادي تحيدو عندنا بطريقه سهله وكنحصلو على داك الطبقه اللي من الفوق كتكون ملسه باش نديرو عليها الكلاصاج ويعطينا الشكل زوين كنقادوهم مزيان وندخلهم للمجمد المجمد من الاحسن اكثر من 6 سواع من الاحسن انكم تحطوها ليله كامله تبات باش تجمد وتشد فراسها مزيان من بعد ما كنخرجوهم من المجمد انا هنا خليتهم ليله كامله هذا هو الشكل ديالهم وعلاش هادشي مزيان تستعملوا السيليكون باش كي تحيدوا بالزربه وكيبقاو محافظين على هاد الشكل الملس وغادي نحضروا دابا الكلاصاج ديال الشوكولات اللي ساهل وبسيط غادي نحتاجوا نص كاس ديال السكر سكر سنيده ونص كاس ديال الماء الماء عادي ونص كاس ديال لا كريم كريم شونتي او كريم فريش ونص كاس ديال بودرة ديال الكاكاو وبودره ديال الكاكاو ضروري تستعملوا بودره الكاكاو المره حتى نحصلوا على داك اللون الاسود وغادي نحتاجوا واحد معلقه ديال بودرة ديال الجيلاتين الى ما كانش عندكم البودره ديال الجيلاتين وعندكم غير الوراق غادي تستعملوا زوج وراق ديال الجيلاتين نزيدوا عليها واحد ثلث كاس ديال الماء الماء ما يكون سخون الماء يكون بارد عادي ونخلطوهم بزوج مع بعضياتهم والخليط الثاني غادي نحطوه على العافيه النار تكون متوسطه ونبقاو نخلطو فيه حتى كيولي بهذا الشكل ونخليه حتى تيبدا يغلي من بعد ما كيغلي كنوقفو النار وكنخلطوه واحد جوج دقائق حتى لثلاثة دقائق نحيدوه من على العافيه ونزيدو له هذاك الجيلاتين والماء كيف ما شفتوا هذا هو الشكل ديالهم تماسكو ونخلطوا كل شيء مزيان ونخليهم يرتاحوا حتى يبردوا هنا الخليط ديالنا خاص درجة الحرارة ديالو تكون 38 درجة لكن لما كانش عندكم ترمومتر فتتاخدو غير هاد الجهة من السبع وكتقيسوا بها الخليط ما يحرككم يحرقكم خصو يكون بنفس درجة حرارة الجسم فدرجة حرارة الجسم 37 درجة وهذه هي الحرارة ديال الخليط اللي بغينا كنا ناخدو تكون رقيقة بزاف ونصفيوه من الأحسن أنكم تصفيوه زوج مرات باش تحصلو على هاد الشكل اللي تيلمع ومن بعد ما كيبرد عندنا الكلاصاج كناخذوا الكرات دي ديال الشكلاط ضروري انكم تحطوهم على واحد الشبكه وتحطوا تحت منا شي حاجه باش هكذا الكلاصاج اللي غادي ينزل من عندنا نرجعو نسخنوه شويه ونستعملوه وهكذا كيف ما كتشوفوا هذا هو الكلاصاج انا كتشوفوني انا والكاميرا <applause> كنحطو في الشكلاط من الفوق وهذا هو الشكل ديالهم كيف ما شفتوا الطريقه سهله وبسيطه والكلاصاج زوين بزاف ممكن تستعملوه في بزاف ديال الحلويات وممكن نفس الوصفه ديال لاموس ونفس الوصفه ديال الكلاصاج تستعملوها حتى في الحلويات اللي كتكون كبيره ديال أعياد الميلاد وديال الحفلات نأخذ القطع ديالنا كنحطوها على الصابلي او ممكن تعملوا بسكويت عادي عوض الصابلي وهذا هو الشكل ديالهم وهذا هو الشكل ديال الكلاصاج كيف ما هنا, هنا خليت الجوانب فارغين فممكن تقطعو سابلي على قد هذوك الكرات لكن انا بغيت ندير الديكور من جناب فممكن تاخذوا عجينه ديال السكر او العجينه ديال الشوكولات وتاخذوا هذا السيليكون ديال التزيين وتعملوا الشكل اللي بغيتو انا عملته هنا بهذا الشكل اللي ساهل وبسيط استعملت غير العجينه ديال السكر ما عنديش العجينه ديال الشوكولات لكن غادي نحضر لكم هذا الاسبوع في فيديو يكونوا فيه ثلاثه يكون في عجينه السكر وعجينه الشوكولات البيض وعجينه الشوكولات الاسود ان شاء الله وكناخذوا هذه العجينه ديالنا ديال السكر او ديال الشوكولات اللي عندكم كنزينوا بها الحلوى ديالنا من الفوق توضعوا اي حبات ديال الفانيد او حبات ديال الشوكولات او اللي كان حتى لما كانش عندكم العجينه ديال السكر او عجينه ديال الشوكولات فممكن تزينوا غير بالمكسرات بهذا الشكل وهكذا كيف ما شفتوا الحلوه ديالنا جاهزه سهله ماهله والشكل ديالها زوين وراقيه ولا ديال الشوكولات كلنا كنحبوا الشوكولات ونحبوا لاموز ديال الشوكولات نتمنى ان الفيديو عجبكم ولا بغيتوا مزيد من الوصفات ما تنساوش تشاركوا بالقناه وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء ونلقاكم انا في الفيديو القادم ان شاء الله نهاركم بروك بسلام عليكم